تنفذ هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 8 مشاريع بنية تحتية بقطاع المياه والكهرباء في مدينة العين بتكلفة تزيد على 713 مليون درهم، وترتبط هذه المشروعات بالخطة الاستراتيجية الخماسية للسنوات 2016 وعام 2020 للهيئة ومجموعة شركاتها. وقال عبد الله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان أمس أن القدرة الإنتاجية لإمارة أبوظبي من الكهرباء تضاعفت من 30 ميجاوات من عام 1966 لتبلغ في عام 2016 نحو 14.570 ميجاوات. من جانبه قال الدكتور سيف صالح مدير عام الهيئة بالإنابة أن الهيئة ومجموعة شركاتها تعمل حاليا على تنفيذ مشروعات كبرى تواكب الخطط التطويرية لمدينة العين وزيادة الأحمال المستقبلية وتأمين تزويد المتعاملين بالخدمات اللازمة وفقا لأعلى معايير الجودة، بما يسهم في توفير التغذية الكهربائية لمشاريع إسكان المواطنين وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة في مدينة العين. شهدت الأسواق المحلية وفرة ملحوظة في منتجات التبغ ومشروبات الطاقة الغازية عقب دخول الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ وفق أصحاب ومديري مطاعم ومقاهن وبقالات في الدولة، والذين اشتكوا في وقت سابق من ندرة بعض هذه السلع خاصة السجائر. وقال مديرو مطاعم ومقاهن وبقالات في الدولة إن موردي التبغ والمشروبات الغازية تلكؤوا في الاستجابة لطلباتهم خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى توافر بعض هذه المنتجات من الأسواق على فترات متقطعة خلال شهر سبتمبر الماضي. وأشاروا إلى أن الموردين أنفسهم سارعوا منذ بداية شهر أكتوبر بتوفير كل السلع الخاضعة للضريبة بالأسعار الجديدة ومن دون سقف أعلى للكميات، ما أدى بدوره إلى وفرة هذه المنتجات في الأسواق. دشنت هيئة كهرباء ومياه الشرقة أول محطة لشحن السيارات الكهربائية الجديدة مدعومة بألواح الطاقة الشمسية التي تعمل بالنظام الكهروضائي لتعزيز الممارسات البيئية والتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأعلنت الهيئة عن توفير خدمة الشحن مجانا لأصحاب السيارات الكهربائية للتشجيع على استخدام هذه النوعية من السيارات، مؤكدة أنها تسهم في تخفيض ثمن أطنان من الانبعاثات الكربونية سنويا. افتتح المحطة الجديد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة والمهندس خالد محمد العلي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.